له سؤال ثاني. الأخ يقول عنده أرض واشتراها منذ سنوات، هل عليها زكاة والتفصيل في ذلك؟ نعم، إذا كان ينويها للبيع فإنه يقومها كل ما يمر عليها سنة فيزكيها، يخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، يزكيها كل سنة، ما هو سنة البيع فقط، ما دام ينويها للبيع، لأنها أصبحت سلعة، أصبحت من عروض التجارة، فيزكيها كل سنة، كل ما يمر عليها سنة يثمنها ويزكيها. نعم.